في ناس كتيرة مننا بتعاني من قلة النوم، وفي ناس بتبقى فاكرة، وده يعني ودي فكرة غلط هنعرف حالا سببها ايه، بتبقى فاكرة انه لو انا النهاردة ما نمتش كويس مش مشكلة، انا بكرة ان شاء الله هنام كويس هعوض وحد جسمي عدد ساعات النوم اللي هو كان محتاج لها. الحقيقة انه المتخصصين والدراسات الحديثة في العالم اثبتت انه مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها انه اقدر اعوض اليوم اللي انا ما نمتش فيه ان انا ارجع بعد كده انام تاني. مفيش حاجة اسمها انه انا لو ما نمتش كويس امبارح هقدر اعوض تاني. بيقولك انه الليلة الواحدة اللي مش بتنام فيها عدد ساعات النوم اللي جسم حضرتك محتاج لها، ده بيسبب اضرار مباشرة للجهاز العصبي والحالة العصبية والنفسية. دي حاجة او دي دراسات جديدة محتاجين نفهم اسبابها ايه، لانه عشان نتكلم بصراحة مع بعض العالم كله دلوقتي في الكام سنة الأخيرة دي، وتحديدا من بعد كورونا بقى والتداعيات الاقتصادية ثم أزمات عالمية ومشاكل كتيرة جدا، لا كتير قوي مننا بقى فكرة ان انا مش جايلي نوم وان انا محتاجة حاجات تنيمني او تساعدني ان انا استرخي وانام، ده بقت موجودة كتير قوي. وبالتالي طب ازاي نحمي جهازنا العصبي والنفسي ونحاول ان احنا يعني نوصل لمراحل معينة في النوم يستفيد جسمنا منها، ده كله هنعرفه مع ضيفتنا الكريمة اللي بتنضم إلينا هاتفيا في هذا الصباح، الدكتورة شيرين درديري استشاري علم النفس السلوكي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكي وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بيكي. أهلا دكتورة، خليني بس في البداية أسأل حضرتك سؤال. معلوماتنا المتواضعة أنه في 4 مراحل للنوم، الكلام ده صح؟ لأنه الناس فاكرة أنها تحط رأسها على المخدة تنام، ده اسمه النوم، هو ده النوم؟ لا طبعا، النوم فيه مراحل، في الديب سليبينج ودي المرحلة اللي هي مرحلة النوم بعمق الأخيرة خالص، الأخيرة خالص، وفي المراحل المبدئية اللي هي بيتفرز فيها مادة الميلاتونين، وبيبقى قبلها بعشر دقائق المخ بيبقى في حالة بنسميها حالة ألفا. دي العشر دقايق اللي قبل وقت الغفله، قبل ما انا عينيا اتغمض. العشر دقايق دول بالنسبه لي والعقل في التوقيت ده بيكون في حاله بتسمى الفا. العقل بيكون بيستقبل الداتا اللي هيشتغل عليها طول الليل، وبالتالي تتحدد بناء على المعلومات والافكار اللي في التوقيت ده نوعيه الحلم كابوس من عدمه، ونوعية الانرجي اللي هيصحى بيها الشخص تاني يوم، لان طول الليل العقل الباطن بيبقى شغال على الاخر عشر دقايق دول. ده بالنسبة لعلاقة النوم وريليتد بالمود في تاني يوم لما تصحى. لا ده مهم قوي يا دكتور الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده. ثانية واحدة يعني دلوقتي مرحلة الفا دي المرحلة اللي بتسبق ان انا اروح في النوم على طول، صح كده؟ والمرحلة دي بعشر دقايق، بعشر دقايق بالظبط، غسلة بعشر دقايق، عشر دقايق بالظبط، عشر دقايق قبل النوم، قبل النوم على طول، قبل ما انعس على طول. طيب والمرحلة دي مرحلة الفا دي اللي بيتحدد بناء عليها انا نومي هيبقى لطيف ولا في كوابيس، والانرجي بتاعتي تاني يوم لما اصحى. لاني الداتا او الافكار اللي بغرزها او اللي بشوفها عن طريق عينيا في التوقيت ده في العشر دقايق دي، واللي بسمعها عن طريق ودني، هي الداتا اللي بالنسبه لي العقل الباطن، لان العقل الواعي واحنا نايمين بينام، مين اللي شغال طول الليل؟ العقل الباطن ده، العقل الباطن ده شغال من ساعه ما بنتولد لغايه ما ربنا يدينا طول العمر. اللي شغال بالليل العقل الباطن، العقل الباطن ده هو المايسترو المخرج بتاع الحلم اللي انت بتحلمه. فلو انت في العشر دقايق دول دخلت داتا او شفت مناظر مرعبة، يعني زي الناس اللي بتنام على افلام الرعب، وارد جدا ان اخر صورة انت دخلتها لعقلك الباطن هي دي اللي تعمل لك الداتا والابطال بتوع الحلم بتاعك، وتشحن. لو انت دخلت معلومات او افكار بوزيتيف، انت مودك هيبقى حلو، وتصحى تاني يوم السبع مراكز بتوع الطاقه اللي في جسمك يتشحنوا طول الليل ببوزيتيف انرجي. والعكس لو انت دخلت في العشر دقايق اللي قبل النوم دول معلومات او افكار سلبيه، وقعدت تفتكر اسوء حاجات في حياتك والحاجات اللي انت خايف منها طول الليل،
طب ما دي يا دكتوره نقطه مهمه قوي. ما هي دكتوره شيرين يعني واقعيا وعمليا وعلميا اغلبنا لحظه ما بيحط راسه على المخده غصب عنه بيفتكر احداث اليوم كلها، الموقف اللي ضايقني، اللي قدر الله الحادثه اللي حصلت، ما كانش المفروض اعمل كذا، كان المفروض اعمل كذا. ويا ريتنا بنقعد نفتكر قبل النوم الحاجات الحلوه، لا اراديا دماغنا على طول بتروح للاحداث اللي شويه فيها مشاكل قلق كده يعني. بس العلاج لده ايه عشان ما نبقاش بنعرض على الناس ما احنا عايزين العلاج من حضرتك. العلاج طبعا اني انا اعمل حاجه في العشر دقائق دي اسمها ازال ذهني. يعني ايه؟ يعني اني انا لو انا لقيت دماغي بتروح لافكار نيجاتيف وللحاجات اللي انا خايف منها في المستقبل والحاجات اللي ضايقتني في يومي، احاول على قد ما اقدر اني قبل النوم ممكن بقى اقرا قران او افكر في الحاجات الحلوه اللي عدت عليا في يومي او الحاجات اللي انا الحلوه اللي انا نفسي احققها. وده كمان بوزيتيف بارت على فكره، في بحث اسمه كيف تحقق احلامك واهدافك من خلال وقت النوم. انا لما افكر في الاحلام اللي انا نفسي احققها او الجوب اللي انا نفسي اوصل لها قبل النوم في العشر دقائق دول، العقل الباطن بيرسخ الفكره دي في جهازنا العصبي ويبتدي يعلي احتماليه حدوثها طبقا لقانون مهم جدا اسمه لو اوف اتراكشن او قانون الجذب. قانون الجذب صح. وده ريسيرش ازاي تحقق احلامك واهدافك من خلال وقت النوم. فالعشر دقائق دول فارقين جدا، عشان كده انا حبيت اشير ليهم في الصدد اللي احنا بنتكلم فيه، انهم مهم جدا تفكيرنا فيهم يبقى ايجابي، ومهم جدا كمان ان في التوقيت ده لو لقيت في اي افكار سلبيه بتهجم عليا او تحاول تفترسني لايك ان انا خايف من حاجات في المستقبل او شايل هم حاجه، بلاش التوقيت ده نفكر في ده ونحاول نشغل نفسنا بنعمل حاجه اسمها اشغال ذهني. يعني احاول ان انا افكر في الحاجات الحلوه، او ممكن حتى يعني في ناس ممكن تسمع قران في التوقيت ده طبعا، وفي ناس ممكن تشوف اغنيه حلوه. اشغل نفسي وابعد عيني وسمعي عن ان انا اشوف اي حاجه مثلا فور اكزامبل على الفيسبوك جرايم او حرايق حصلت او كده، انا مش عايزه حاجات سلبيه. برافو يا دكتور، والله العظيم يا دكتور دي نقطه مهمه جدا، لانه ناس كتير قوي حقيقه وانا بستغرب الناس دي لغايه عارفه حضرتك اللي هو الاخر نفس قبل ما يناموا ماسك الموبايل في ايده في السرير وعمال يسكرول داون يبص على الاخبار على التايم لاين عنده. طب ما حضرتك طول ما انت ماشي هتسمع عن لا قدر الله حادثه، مشكله كبيره، خبر سلبي، اشاعات طالعه بتقول كذا، المود العام مش هيبقى حلو، فهتحط نفسك في نيجاتيف انرجي او نيجاتيف مود وحش جدا. السيفن شاكرز اللي عنده في جسمه طبقا لعلم الطاقه الحيويه، ان احنا عندنا 7 نقط لاستقبال الطاقه في الجسم، هيفضلوا طول الليل يتشحنوا باخر صوره انت دخلتها. لو دخلت صوره سلبيه لايك ان انت قريت خبر في حرايق او مثلا اخر حاجه انت شفتها طبعًا، يفضل عقلك الباطن شغال على النيجاتيف ده ويعمل لك كوابيس على فكره طول الليل، وتصحى الصبح جسمك مكسر. والشكوى اللي بسمعها من كل الناس دايما اللي بيجوا لي، انا مش قادر اقوم من على السرير طبعًا، ومهما نمت عدد ساعات نوم بقوم جسمي مكسر صح؟ بالظبط بالظبط، اقوم جسمي مكسر. ندور على الوقت بتاع الالفا تايم، العشر دقايق اللي قبل النوم هم دول اللي بيتحكموا في طاقتك تاني يوم. يا دكتور عايزين نستأذن حضرتك ان شاء الله في فقره مفصله عن موضوع الالفا تايم ده الموضوع طلع مهم جدا، العشر دقايق اللي بيسبقوا الاستغراق العميق في النوم الالفا تايم. شكرا ليك يا دكتور حقيقي، لا موضوع مهم جدا، نحاول نشتغل على الالفا تايم دي عشان نعرف ان شاء الله ننام بلا كوابيس ونصحى الصبح ان شاء الله كلنا طاقه. دكتوره شيرين درديري استشاري علم النفس السلوكي، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معانا، ونتمنى لحضراتكم دايما ان شاء الله يعني اوقات فيها طاقه وفيها صحه نفسيه، لانه الصحه النفسيه مهمه جدا، والنوم كمان من الحاجات المهمه قوي الحياه اللي لو عرفنا نتعامل ازاي معاه الموضوع مش بس ان انا احط راسي على المخده والنوم هيجي، لا انام ازاي وانام عدد ساعات قد ايه واعمل ايه قبل ما اروح في النوم على طول، دي كلها ممارسات وحاجات مهمه قوي لنوم ان شاء الله يا رب يعني سليم ويفرق معانا جدا.